السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنقطع مع بعض الاناناس، هنشوف هنقطعه ازاي. بامر الله هنقطعه بطريقة سهلة وبسيطة جدا وبالسكينة. هنفترض مثلا ان احنا دي اشتريناه ومفيش في المكان اللي احنا اشتريناه القطاعة بتاعته او اللي هي بتقشره لنا واحنا جبناه في البيت. هنقطعه ازاي؟ هنقطعه النهارده بطريقة سهلة جدا بالسكينة. هنشوف هنقطعه مع بعض ازاي. هنسمي بسم الله. اول حاجه في تقطيعه الاناناس اهي، هقطع ازاي ايه الزرعه بتاعتها دي. بسم الله، وهاجي من ورا نفس النظام. كمان وهقطع دي، دول كده ملهمش لازمه خالص. طيب هقطع ازاي بقى الاناناس ونقشره ازاي مع بعض؟ هنقطعها شرايح، طبعا الشرايح زي ما انت عايزه والحجم اللي انت عايزه، عايزاها تخينه عايزاها رفيعه براحتك بالشكل ده اهو. تقطعيها كلها بالشكل ده. كلها تقطعيها حلقات كده ايه. طيب بعد ما قطعناها هجيبها بقى كده اهي واروح مقشرها بالشكل ده ايه. طيب هو في هنا بيبقى في خشبه في النص، طب الخشبه اللي في النص دي هنسيبها؟ لا طبعا مش هنسيبها. هنقطعها ازاي بقى؟ الفكره ان احنا نقطع الخشبه دي ازاي ما بنسيبهاش معايا القطاعه العاديه الخالص، بس هي الاصغر حجم، اصغر حجم في القطاعه اللي هي المدوره العاديه، وبتيجي من النص عند الخشبه اهي وبتتك عليها. كده شلنا الخشبه بكل سهوله وقطعناه في البيت بكل سهوله اهو، الخشبه بتاعتها اهي. نقشر واحده كمان وبعدين اقشر الباقي كله مع نفسي كده لوحدي عشان ما اطولش عليكم الفيديو اهي. بالشكل ده اهي، حاطه القطاعه بالشكل ده، وهكذا نقطع كل الأناناس بالشكل ده كده. مننا طلعنا الخشبة بكل سهولة وقطعناه في البيت بكل سهولة، ومش محتاجين لمكنة ولا محتاجين إن احنا نشتري مكنة في البيت ولا أي حاجة. هقطعه كله مع أكمله وبعدين نشوفه الشكل النهائي إن شاء الله. وده كده خلاص الشكل النهائي بعد ما خلصت تقشير الأناناس بالشكل اللي انتوا شايفينه ده أهو. كله تقطيع سهل وبسيط جدا، ولا محتاجين نشتري مكنة ولا محتاجين نشتري اي حاجة عشان ايه نقشر. والخشبة شلناها بكل سهولة. اللي اول مرة يدخل القناة بتاعتي ما ينساش يعمل اشتراك ويفعل الجرس يوصله كل جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.